وفي فتح مكة وعدت سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تمده بألف من الخيل موعدها قديد. فلما كان الموعد جاء منهم 900 فقط، فقال صلى الله عليه وسلم: أين تكملة الألف؟ قالوا: تركناهم في الحي، خليناهم عند أهلنا مخافة حرب كانت بيننا وبين كنانة. قال: ابعثوا إليهم فإنه لا يأتيكم في عامكم هذا شيء تكرهونه. فبعثوا إليهم وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجيش. فلما كان بأطراف الهدأة سمع المسلمون وإيد الخيل، وويد الخيل صهيلها وضرب حوافرها، ففزع المسلمون من صوتها وقالوا: يا رسول الله أتينا. قال: لا، بل لكم لا عليكم، هذه سليم بن منصور قد جاءت. وذلك قول بجير: صبحناهم بألف من سليم وألف من بني عثمان وافي.